يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقرض شخص شخصا مالا ليتاجر فيه وبعد مرور إذا أقرض شخص شخصا مالا ليتاجر فيه وبعد مرور عام على ذلك المبلغ قال المقترض الذي أقرضه: لا تزكي على المال الذي عندي فأنا سأزكي عنه، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم، يجوز أنك تدفع الزكاة نيابة عن غيرك، إما من مالك وإما من ماله هو، لا مانع من ذلك، يجوز الإنابة، لأن هذا تدخله النيابة، إخراج الزكاة تدخله النيابة، لكن لابد من النية من صاحب المال، لابد من النية. أما لو أخرجته بدون أنه يدري ولا ينوي ما تجزي هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.